ولنقاش ملف الاستيلاء على أملاك الدولة في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الكاتب السياسي عبد الكريم صباح البياتي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، السلام عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين الكرام. وعليكم السلام. كيف تفسر محاولات شركاء العملية السياسية للاستيلاء على واحد من أقدم وأشهر المتنزهات في بغداد، متنزه الزوراء؟ أختي العزيزة، يعد متنزه الزوراء من أكبر وأقدم حدائق الحيوانات في الشرق الأوسط، وهو معسكر سابق للجيش حتى تبلغ مساحته 750 دونم. وتقع هذه الحديقة في جانب الكرخمة العاصمة بغداد، وقد تم افتتاحها عام 1971، وكانت تسمى حدائق السكك نظرا لقربها المحطة العالمية للسكك في منطقة العلاوي. تعرضت هذه الحديقة إلى ضرر كبير خلال المعارك التي سبقت احتلال العراق عام 2003، وما تبعها من عمليات نهب وسرقة، ثم أجريت عليها أعمال الصيانة والترميم في الأعوام التالية، وتعد أحد أهم الأماكن التي تتخذها العوائل البغدادية بشكل خاص متنفس لها والعراقيين بشكل عام أيام العطل والإجازات بعد الخراب الذي طال أغلب حدائق العاصمة. نعم. أختي العزيزة، أن ملف استيلاء الشركاء السياسيين المتمثلين بحكومة الميليشيات على عقارات الدولة، هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وهذا الملف ولم ينتهي، فلكون هذه الميليشيات مرتبطة بقوة متمثلة بأحزاب سياسية مشاركة في الحكومة الحالية متنفذة ولديها السلطة والسيطرة، متخذة من هذه العقارات والمباني مصادر تمويلية واستثمارية لغرض الحصول على مورد مالي مستدام تستطيع من خلاله دعم عملياتها ونشر عناصرها، ولغرض تمويل ترشيحها وشراء مقاعدها في مجلس النواب للانتخابات القادمة، وكذلك دعم عملياتها الميدانية في جميع محافظات العراق وحتى خارج العراق. سيد عبد الكريم، وفقا لمجلس محافظة بغداد، فإن جهات متنفذة تحاول الاستيلاء على متنزه الزوراء، وتقف الجهات الرقابية، أو نتساءل أين تقف هذه الجهات الرقابية من العمليات التي تم فيها الاستيلاء على أغلب الممتلكات التابعة للدولة؟ أختي العزيزة، الجهات الرقابية تقف عاجزة أمام سلطة حكومة الميليشيات، فهي الجهة المتنفذة بأغلب دوائر الدولة ومؤسساتها، كون عناصر هذه الجهات الرقابية هم أساسا عناصر منتمية الولاء لتلك الأحزاب والميليشيات، فتعدد سيطرة هذه الميليشيات ليست على الممتلكات العامة فقط بل حتى الخاصة، فلقد تم الاستيلاء على الأملاك الخاصة التي تخص المواطنين من الأخوة المسيحيين وحتى الأخوة السنة المهجرين من منازلهم، خاصة الضباط والذين ينتمون لحكومة النظام السابق، وكذلك تهجير كل شخص لديه رأي مخالف للحكومة وميليشياتها، كما يحدث الآن من تهجير الصحفيين والنشطاء والأحرار المطالبين بإصلاح أوضاع البلد والاستيلاء على منازلهم. فلو كانت الحكومة جادة في حسم ملف ممتلكات الدولة بشكل منصف، كان الأولى حسم ملف 4000 عقار تابعة للنظام السابق تم السيطرة عليها من قبل الأحزاب والميليشيات التابعة لها، حتى من دون دفع بدل مالي للحكومة نتيجة لاستغلالها أو بعمل عقود إيجار مزورة، وكذلك من خلال تغيير جنس العقار إلى أرض زراعية وشراء سعر المتر مقابل 5 دينار عراقي لا غير، كما توجد عقارات تفوق مساحتها 3000 إلى 4000 متر مربع يبلغ إيجار السنوي من 100 دينار إلى 3 مليون دينار عراقي. لذلك كل ما نتكلم عنه هو مخالف لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، بالإضافة إلى منح المساكن الخاصة بالدولة إلى الأقلام المأجورة والتابعة للسياسيين، مثال عقارات الدولة الموجودة بالمنطقة الخضراء التي تم تأجيرها بإيجار رمزي ما يقارب 200,000 دينار للعقار. في متنزه الزهراء يبرر القائمين على هذا المشروع والاستيلاء عليه بإنشاء مجمعات سكنية وتجارية، إلى أي مدى ترى أن هذا المبرر يمكن القبول به للاستيلاء على المتنزه، وهل يعطي القانون الحق لنزع ملكية المصلحة العامة لتكون لصالح أفراد ومصلحة خاصة؟ هذا المبرر غير مقبول نهائياً. أليس الأولى استغلال القصور الرئاسية المستغلة من قبل الأحزاب من دون مقابل وجعلها أماكن ترفيهية ومتنفس للعوائل العراقية باعتبارها تعود ملكيتها عامة للشعب، بالإضافة لكونها تحتوي على مباني جاهزة وهي لا تكلف الحكومة مبالغ إضافية أساسا، وإذا أرادت الحكومة تستطيع إضافة المباني السكنية والمجمعات التجارية على مخططاتها
وهي تعد كاملة الخدمات، لن تكلف من يريد استغلالها بالشكل الأمثل لخدمة الشعب. لكن سياسة الحكومة السابقة والحالية هي التعامل بمكيالين مع المواطن العراقي، فبدل أن تقوم بإخراج هذه الأحزاب وميليشياتها من المقرات والمواقع العامة المستغلة من قبلها، تقوم بالضغط على المواطن العراقي لكتم أنفاسه بالاستيلاء على المتنفس الوحيد له في بغداد لغرض خدمة مصالح سياسية شخصية هم وميليشياتهم. بحسب مصادر صحفية ستقوم الحكومة بإنشاء متنزه بديل لمتنزه الزوراء، ما مدى صحة ذلك وما دواعي الاستيلاء عليه لتعويضه بمكان آخر؟ أختي العزيزة، شبع المواطن العراقي من فقاعة الوعود الانتخابية والمشاريع الحكومية الكاذبة التي وعدت بها الحكومات السابقة والحالية للشعب العراقي، والتي لم ولن تقام على أرض الواقع ولا تمت بالواقع من صلة. فالمواطن العراقي بحاجة إلى مشاريع ذات أهمية قصوى كالكهرباء التي يستوردها العراق حتى اللحظة، ومشاريع تصفية الماء وتحليته. ولكي أضرب لك كمثال بسيط، مشروع مترو بغداد الذي يسمع به المواطن العراقي منذ أكثر من 15 عام ولم يراه حتى اللحظة، أين هو؟ فالتفاوت الحكومات المتعددة التي همها ليس بناء دولة ذات تطور صناعي زراعي واقتصادي، وإنما همها تقضية فترة لسرقة مقدرات الشعب وملء جيوبه والاختفاء فيما بعد. فالعراق بحاجة إلى تشغيل أكثر من 50,000 معمل ومصنع متوقف، ويحتاج إلى إكمال آلاف المشاريع المتوقفة، ويحتاج إلى زراعة آلاف الدونمات. شكرا جزيلا لكم الكاتب السياسي عبد الكريم صباح البياتي، حدثتنا عبر الهاتف من ستوكهولم.